جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: امرأة نذرت نذرة في أنه إذا تم زواج ابنتها من غير أن تمرض أن تعمل وليمة، وتزوجت ابنتها من غير أن تمرض، ولكنها تشك هل قضت ذلكم النذر أو لا؟ بما توصونها الآن جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة فإنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا كانت نذرت أن تعمل وليمة إذا تزوجت ابنتها وهي سليمة من المرض قد حصل المقصود فإنها تفي بنذرها، لا سيما إذا كانت هذه الوليمة يقصد بها إطعام الفقراء والمحتاجين فإنها تكون واجبة، لأنها نذر طاعة، نذر صدقة. فيبقى هذا النذر في ذمتها حتى تتيقن أنها نفذته، ما دامت لم تتيقن أنها نفذته فإنه يجب عليها أن تنفذه لتخرج من العهدة بيقين. نعم.